كلياتنا بنمرق بصدمات بمشاكل، يمكن البعض تمرق هاي القصة بحياته مثل ما بنقول مرور الكرام وما تترك بحياته أي أثر. في ناس الصدمة بتأثر فيهم وبتعمل لهم ندوب داخلية بأرواحهم بقلوبهم، بشعري أنه الإنسان انكسر من داخله وبيبقى كل عمره متذكر هاي الصدمة. وحتى لو انتهت هاي الصدمة، ودائما نحن بنقول الوقت كفيل بالنسيان والترميم، ممكن بعض الأشخاص أنه بعد هاي الصدمة يفوتوا بشيء أكبر، وهو الإجهاد النفسي اللي سببه الصدمة. يا سلمى، صحيح رشا، مثل ما قلتي كل الأشخاص ممكن يمروا بصدمات، ولكن هاي الصدمات ممكن تترك ندوب داخل كل شخص فينا. هاي الندوب ممكن تأثر مو بس نفسيا وأيضا جسديا. معروف أنه بعض الأمراض مثل الاكتئاب وغيرها ممكن يكون لها آثار جسدية على الشخص وتعيقه عن الاستمرار بحياته. من هاي الاضطرابات اضطراب ما بعد الصدمة، واللي هو ممكن يتعرض، واللي عم نشوف حاليا كتير أشخاص وخصوصا بفترة الحروب والأزمات بتزيد هاي الإجهادات النفسية على الأشخاص اللي ممكن أن ضرروا ببيوتهم، فقدوا أعزاء عليهم، عم بيعيشوا تحت ضغط أو توتر نفسي. لهيك اليوم رح نحكي أكثر عن هاي الصدمة وكيف ممكن يتم التعامل معها ومع الأشخاص اللي ممكن نصادفهم عم بيعانوا من هذا الشيء. كلها تفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو، اختصاصية في الإرشاد النفسي، ضيفتنا الأستاذة رند نضر. صباح الخير أستاذة رند، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم خلينا نروح مع بعض الصدمة، يعني بعد الشخص ما يتعرض لهي الصدمة ويقدر يستوعب شيء اللي صار معه، بيدخل بمرحلة الإجهاد النفسي. تمام. شو هو الإجهاد النفسي؟ هلأ بداية اضطراب الشدة ما بعد الصدمة هو خلينا نقول مثل بصير عنا استجابة نفسية عند الشخص، بتظهر عليه مجموعة من الأعراض نتيجة تعرضه لموقف مهدد لسلامته النفسية والجسدية. طبعا نتيجة انه هو بصير عنده عبء انه ما عم يقدر يتعامل مع المشاعر، ما عم يقدر امكاناته الفردية، من خلينا نقول من سمات شخصية، ما عم يقدر هو يتعامل ويتكيف لحتى يقدر يمشي من بعد الصدمة. خلينا نقول طبعا هي المواقف خلينا نقول ممكن تكون ناتجة عن فعل طبيعي مثل الزلازل، مثل الكوارث الطبيعية، أو ناتجة عن فعل إنسان مثل أنه هو مثلا تعرض لموقف تهدد حياته بالموت، شاف مشاهد عنف أو تعرض لعنف. كمان في عنا مثلا إذا بقول لك معلومة، ممكن خلينا نقول ممكن من الطفولة نتيجة أنه مثلا إذا أهملوه أهله ممكن يشكل عنده هذا صدمة. بالإضافة مثلا مثل مواقف الحياة ممكن يصير عنده مثلا تعرض لسرقة، لحادث أو شيء، هي ممكن تشكل صدمات. طيب أستاذة رند، خلينا نحكي اليوم عم نعيش ظروف قاسية، يعني نحن حرب 13 سنة وحاليا جنبنا عم نشوف كتير أشخاص عم يجوا، طبعا الوافدين من لبنان الشقيق كلهم متعرضين لصدمات الحرب. كيف أنا بشعر أنه هذا الشخص الصدمة تبعيته أصبحت بحاجة لعلاج وبحاجة لدعم نفسي؟ تماما. هلأ بداية بعد ما خلينا نميز نقطة، أنه نحن مو كل الأشخاص ممكن تظهر عندها أعراض اضطراب الشدة ما بعد الصدمة. تماما، شخص وقدرته النفسية. تماما صحيح. هلأ عنا مجموعة من الأعراض بتتجلى بداية أنه ممكن يصير في عنده من الناحية الانفعالية مشاعر سلبية، غضب، شعور بالذنب، باللوم، كمان في عنا مثلا حزن، خوف، دائما كل ما بتذكر ذكريات بيرجع بيقلق بخاف. في عنا ممكن خلينا نقول كمان في عنا حالة ممكن يصير في عنده نوع من تبلد الشعور، ما عنده أي شعور. بالإضافة في عنا شغلة كتير ميزة يعني أساسية كمن الأعراض، أنه هي استعادة الخبرة الصادمة. بصير مثلا بيقعد بيتذكر الذكريات وبيستجيب جسمه إلها كأعراض فيزيولوجية وانفعالية كأنه هلأ عم يعيشها مرة تانية. بالإضافة في عنا الكوابيس، بصير ممكن يصير عنده محتوى منماته بيكون انه هو عم بشكل اخر يعني بشكل مباشر او غير مباشر انه على الشيء اللي هو عاشه. بالاضافه في عنا اعراض فيزيولوجيه، بتكون بصير في عنا صعوبات بالنوم، مشاكل بالنوم، ارق. في عنا كمان بصير خلينا نقول فرط تيقظ، بصير مثلا اي صوت، اي مسير، او مشهد، او مثلا يعني كل شيء بيدركه عن طريق حواسه بيذكره بالحدث الصادم، بيرجع بيعيش الحاله من اول وجديد. بالإضافة في عنا نقطة كتير مهمة، هي بصير تجنب.
مثلا بيتجنب مواقف، بيتجنب انه يطلع من البيت، انه يروح لاماكن، لاي شيء بيذكره او يفعل امور بتذكره بالحدث الصادم، فبصير عندنا هون التجنب. هلا في عندنا هون نقطه كمان كثير مهمه، بصير في عندنا نسيان، عدم القدرة على التركيز، بيصير في عنا كمان أرق مثل ما حكينا، بيصير في عنا كمان استجابات الفيزيولوجية، خفقان القلب طبعا بيزيد، في عنا سرعة التنفس، جفاف الفم، فإنه كل الأعراض تظهر خلينا نقول كأنه هلأ عم يعيش الأحداث. هلأ نقطة مهمة هون إنه نحن حتى نقول هذا الشخص بحاجة طبيب ويراجع بقى الدعم النفسي، هو إنه تستمر هاي الأعراض أكثر من شهر. تمام، اذا هي الاعراض خلال شهر من التعرض للصدمه عاشها لها الشخص اللي تعرض للصدمه هي امر طبيعي، لكن اكثر من شهر هون نحن بقى بحاجه تشوف طبيب نفسي. بالاضافه تاثر عنا الاداء، يعني مثلا ما عاد يقدر يروح على شغله، روتينه اليومي ما عم يقدر يعمله، مثلا صار منسحب، صار ما عاد بده يشوف الناس، كمان هذا عامل كمان مهم. كمان بالاضافه انه صار يلجا لمواد تعاطي كحول مثلا او شيء حتى يتغلب على المشكله، كمان هون نحن بحاجه نراجع طبيب نفسي. لكن الاساس الاساس انه نحن فعليا اذا استمرت هالاعراض اكثر من شهر هون نحن بقى بنراجع الاخصائي. طيب استاذه، اليوم دائما نحن بنعرف انه الحياه هي مدرسه لنا، يعني نتعلم من تجاربنا وحتى من الصدمات نحن بناخذ دروس منها، انه اذا صار معنا شيء بالايام نحن بنتذكر انه بزمان صار معنا شيء قريب عن هي القصه وانا لازم اتعلم منها. ولكن في عندنا بعض الاشخاص ممكن هي الصدمات تتحولهم لشخص عدواني، شخص مؤذي بالمجتمع، بهي الحاله ليش يعني انه ممكن يتحول لهي العدواني ونحن كيف قادرين نتعامل معه بهي الحاله؟ هلأ بداية خليني أقول أنه نحن خلال إذا فترة الشهر صار هو عدواني، صار عنده الغضب، العصبية أو الانسحاب إذا كان العكس، يعني هاي ردود فعل طبيعية وبتختلف من الشخص للتاني. لكن وقت مثل إذا تجاوزنا المدة هون نحن معناتها هذا الشخص هو أصلاً ما تعالج، في عنا مشاعر مكبوتة، فهون نحن بحاجة أنه ناخد يعني نلجأ لأخصائي بقى، أنه هون نحن نتعامل مع الأفكار مع المشاعر اللي هو كابتها لحتى نحن نساعده أنه يتخلص منها. طبعا بتختلف ردود الفعل بين الأشخاص، خلينا نقول ممكن في أشخاص بيصيروا هنا عدوانيين بس عن نقيض في أشخاص بتلاقيهم صاروا انسحابيين، أشخاص صاروا عم يتجنبوا، بتختلف ردود الفعل. هذا الشيء صراحة بيختلف من شخص للتاني، بيعتمد على نوع الحدث اللي هو تعرض له، شدته مدته، بالإضافة كمان أنه خبرته السابقة من التعامل مع الأحداث اللي هو صادمة أو يعني بمشاكل حياته. بالإضافة عنا الضغوط الحالية، في أشخاص مثلا عندها مرونة نفسية وعندها قدرة أنه هي تتعامل مع الأحداث لكن ضغوطها هلأ الحالية كتيرة، فممكن يجي هذا الحدث الصادم عنده يفجر كل شيء ويعيش هو خلينا نقول المشكلة. فهي خلينا نقول حتى كمان في عنا إذا كان المحيطين عم يدعموه ولا لا. هلأ ممكن هذا الشخص اللي صار عدواني ما لقى أشخاص حواليه يدعموه يتفهموا مشاعره. ممكن مثلا كثير نحن مثلا بنواجه اشخاص انه اذا صار معهم حدث بتلاقي الاشخاص اللي عم يدعمون او المحيطين لهم هن فعليا ما عم يقدموا الدعم اكثر من انه خلص بسيطه او بيصغروا له مشكلته او بينكروا عليه مشاعره، فهون بتلاقيه هو كمان ممكن يقلب عدواني او حتى نتيجه احساسه بالتهديد. مثلا كان الحدث كثير قاسي وصادم بالنسبه له وخصوصي مثلا العنف او الاعتداءات، فهون هو ممكن تلاقيه صار رايح الاتجاه العدوانية كنوع من حماية ذاته. فعنا صراحة أسباب كثيرة ممكن تؤدي أنه الناس تظهر هاي الاستجابات اللي ممكن تكون نوعا ما سلبية، لكن هي بجوهرها هو بفكره أفكاره أنه أنا عم بحمي نفسي من أي تهديد، يعني كآلية دفاع أولية خلينا نقول. كنا عم نحكي أستاذة رند عن فكرة الإنكار وقلتي أنه هي أخطر من الشخص اللي بيعمل رد انفعالي، خلينا نرجع نكمل الفكرة. تماما، هلأ الشخص اللي بينكر مشاعره هو عم يكبتها فعليا، ما عم يخليها تطلع، فهي فعليا على آثارها البعيدة ممكن تفوته باضطرابات نفسية، ممكن الاكتئاب، ممكن حتى أنه يعني أنه يعني سوء حالته أكثر ما أنه هو مفكر حاله أنه عم يقوي حاله أو اللي أنه خلص أنا ما صار شيء، أنه ما في أي شيء بضعفني مثلا، هذا الشيء حيأثر عليه. هلأ فهون في عندي نقطة مهمة أنه نحن كمحيط ندعمه أنه معلش يعبر يحكي، مو غلط إذا أنت صار معنا هذا الشيء، منخفف عنه مشاعر اللوم، أنه غالبا الشخص اللي عم ينكر ممكن يكون في عنده مشاعر ذنب، لوم، حزن، فلهيك نحن وقت بنكون محيط عم يدعمه بشجعه. هلأ أهم نقطة وقت نحن عم نشجعه نحن حنساعده بداية تانية يتقبل الواقع، أنه أنا هذا صار معي هذا الحدث،
يتقبل انه شيء فعلا صار، ثاني شيء يتقبل مشاعره شو ما كانت، يتقبلها ما ينكرها، يبلش يحكي عنها، يطلعها، يحكي للاشخاص اللي هو بيثق فيهم بيحبهم وبيدعموه. هذا الشيء كثير بيساعده انه هو يخف الضغط النفسي اللي هو عايش فيه، ويخفف من المشاعر القاسية خلينا نقول، او المشاعر السلبية اللي عم تنتابه، لانه كل ما انكر هذا الشعور اصلا هو عنا في هون عملية عم بتكون، عنا مشاعر عم تشتغل وعم تأثر على جسمنا، بالاضافة لأفكار هي عم تولد لنا المشاعر بتزداد. يعني ممكن الشخص مثلا لنفترض عمل حادث سيارة، هو عاش حدا توفى معه، فبيصير مشاعر لوم 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 انه انا كان بيجلد نفسه تماما، الحق علي، كان لو ما انا هيك عملت كان هو عايش هيك. ما صار هيك. او ممكن يصال انه لا اكيد ما صار له شيء، هلا لازم نعمل له مثلا عمليه، ممكن هيك نلاقي انه بضل متمسك انه لازم نشوفه، وممكن انه هو خلص ما عاد له مثلا نفترض يعني ما عاد في له علاج، او ما عاد له يعني صار خلص صارت المشكله، فهم نلاقيه هو بحاله انكار. فهون اول شيء هو يتقبل انه هذا صار، ثاني شيء مشاعره يبلش يحكي عنها، ثالث شيء يتقبل الواقع. في اوقات نحن بما انه الشخص بيمرق بأعراض الشدة تظهر عليه، ممكن يصير يتأثر أداؤه خلال الشهر اللي حكينا عليه، فهو يتقبل أنه أنا مثلا ممكن ما عم أقوم بمهامي، ما عندي هالنشاط أني أعمل الشغلات يلي مثل ما كنت أعملها، أو مثلا خليني أقول ما عاد هلأ حابب أطلع عم يتجنب الأماكن أنه مثلا أو يتجنب يرجع يركب سيارته. فأنه خلال هاي الفترة أنه هذا أمر طبيعي، يتقبل أنه هذا الشيء طبيعي، ومع الأيام هذا رح يتزول هاي الأعراض ويرجع لحياته بشكل تدريجي. بالإضافة أنه يعني في كتير أشخاص ممكن تلجأ لتنسحب تنعزل، لا، أنه نحن خلينا مع الأشخاص الداعمين اللي هن فعلا بيساعدونا، ما نوجد مع الأشخاص اللي هي ممكن تكون يتلوم تنقض أو تسخف من المشاعر أو تنكرها على الشخص، لأنه هي بالعكس حتضره ما حتفيده. بالإضافة أنه ما نلجأ كتير ممكن الأشخاص تلجأ لإدمان المواد أو الكحول، أنه هي خلص هذا بينسيني، هذا بيساعدني يطلع، بإنما هو فعليا عم ينيم القصة بس هو ما عالجها. يعني نيم مشاعره، نيم قصصه، عم يتجاهلها، عم يتناساها، لكن هو فعليا بس عم يضغط يضغط لتجي شي يوم بلحظه من اللحظات تنفجر وتصير في عنا تفاق، يعني خلينا نقول هيك زياده قصص، ممكن يفوت بقصص ثانيه هو ممكن يتفاداها بمجرد ما هو يتعامل مع المشكله بشكل صحيح. عنا نقطه كثير مهمه هي نحن نحافظ على الروتين. غالبا الشخص اللي بيكون تعرض لصدمه بتلاقيه اختلف روتين حياته، نومه ما عاد نوم، أكله ما عاد أكل، الشغلات اللي كان يعملها ما عاد يعملها، مثلاً كان متعود يهتم بالحديقة تبعه فأهملها، ما عاد خلص صار بلش ينعزل. لا، الشيء اللي بيساعده إنه هو يطلع من الحالة إنه يحافظ على نظامه وروتينه. يعني مثلاً نحافظ على ساعات النوم، الغذاء جيد يكون مثلاً عم يأكل ما يقطع، شغلة تانية كمان يمارس المهام اللي هو عم يعملها. عنا كمان نقطة تمرينات الرياضة، المشي، كمان في عنا خلينا نقول تمارين التنفس والاسترخاء، هي كلها بتساعد نخفف التوتر والقلق اللي هو عم يشعر فيه. فهذا الشيء خلينا نقول ممكن كأبرز النقاط ممكن الواحد يعملها لحتى هو يخفف من المشاعر السلبية ويخفف من تفاقم المشكلة فيما بعد، وأنه هي تعدي المشكلة إن شاء الله بسلام. طبعا يعني نصائح متعددة قدمت لنا يا أستاذة رندا، نتشكر وجودك معنا اليوم. نتمنى أكيد نحكي بفقرات قادمة عن مواضيع أخرى بتخصنا وبتخص حياتنا النفسية. شكرا لك. عفوا، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذة رندا لحضورك، يومك حلو إن شاء الله. هيك دائما الله يبعدنا عن كل الصدمات بحياتنا، نقول دائما يا رب. يعني يعني كل حدا فينا عنده شيء مكتوب بحياته، ولكن دائما احنا قادرين نتخطاها يعني برحمة رب العالمين.